أهلا وسهلا بك. نظرا لكل ما يرشح من كواليس الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخصوصا ما يتعلق بالنداء الأمريكي الفرنسي الذي يتم بحثه على الطاولة ومحاولة الوصول إلى أي نوع من الحلول كما قالت أمريكا وفرنسا أنها تريدها، هل ترى أننا الليلة أقرب إلى الحرب الواسعة أم إلى إيجاد حل فعلي وحقيقي والتوصل لوقف إطلاق نار؟ أظن أن هناك فرصة التي تريد أن تغتنمها الولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية وفرنسا ولكنني أشك في أننا سنتمكن من التوصل إلى الحقيقة. الإرسال سيء جدا، لا يمكنني أن أسمع ما يقوله السيد شنكر. الإرسال سيء جدا ومتقطع. لهذه المشكلة وإلا ستتعثر Hezbollah right now and it still hasn't achieved the fundamental requirement. أستاذ مالك ما تقدر تسمع لتفيدنا بالترجمة؟ جدا الصوت من عند الأستاذ شنكر عم بيقطش كتير منه واضح. Talking over the translation. Listen, I think at the end of the day it's going to be very difficult. في نهاية المطاف سيكون صعب. سيكون من الصعب. To get a deal on this. التوصل إلى حل بسبب حزب الله والآن بسبب إسرائيل. نعم. ولكن سيد شنكر يعني اليوم نلاحظ أن نتنياهو يتحدى الجميع وبما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية. فور وصوله إلى نيويورك اليوم أعلن نتنياهو أنه لن يوقف ضرب حزب الله ولن يوقف إطلاق النار، وهو يريد التفاوض على الدم ويريد التفاوض على الساخن في الوقت الذي أبدى فيه لبنان مرونة عالية وقال أنه على استعداد للتحاور في هذا الموضوع وأنه على استعداد لتنفيذ القرار 1701 من قبل كلا الطرفين. لماذا تحمل حزب الله وحده المسؤولية؟ هوكستين كان يحاول مناقشة أو مفاوضة وقف إطلاق نار لمدة 6 أشهر، وحزب الله هو المشكلة في هذا السياق. لقد قبلت إسرائيل بهذا الموضوع، الصفقة واضحة على الطاولة، يجب على قوة الرضوان أن تتراجع، أن يتم تطبيق قرار 1701 بشكل جزئي. All sorts of things are on that table. كل هذه الأمور مطروحة، ولكن المشكلة أن هي أن حزب الله يرفض المفاوضة حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة. ولكن بالنسبة إلي، إذا كان يهم حزب الله وقف إطلاق النار، كل ما عليه أن يفعله هو أن يوقف إطلاق النار على إسرائيل وأن يكف عن استفزاز إسرائيل منذ أكتوبر 8 أكتوبر عفوا. نعم، ولكن إسرائيل هي التي تخطت كل قواعد الاشتباك، ومن ثم حزب الله أعلن أن جبهته هي جبهة مساندة لغزة، إذن هي مرتبطة حكما بهذا الأمر. فلماذا اليوم دعنا نتحدث بما يجري الآن في مجلس الأمن، بالمطروح الآن في مجلس الأمن. الجانب اللبناني طلب بأن تكون مهلة أو هدنة أو وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع أن تكون متزامنة بين لبنان وغزة. لماذا حتى الساعة يعني يتم رفض هذا الأمر وهناك يعني عدم تقبل لهذا الأمر من قبل الإسرائيلي؟
هذا الأمر صحيح. إسرائيل لا تتوجه نحو وقف إطلاق النار في غزة. جزء من المشكلة هو إسرائيل، والجزء الثاني هو سنوار الذي يريد أن يوسع نطاق الحرب في المنطقة. ولكن حزب الله لقد وصل النزاعين، والحكومة اللبنانية تريد وقف إطلاق النار، ولكنهم ليسوا من يقرر. أنا متأكد من أن السيد ميقاتي لديه نوايا حسنة، ولكن القرار ليس بين يديه. إن حزب الله هو الذي يقرر قرر الحرب ضد إسرائيل. إسرائيل قررت ألا تتماشى مع قرارات حزب الله. لقد تخطوا الخطوط الحمر. إسرائيل لم تبدأ الحرب، وبالتالي على حزب الله أن يقوم أو أن يتخذ قرارات جديدة. نعم، اليوم حزب الله يقول أنه مستعد للتفاوض، ولكن هناك مندرجات معينة لهذا التفاوض، وهناك سقوف لا يستطيع حزب الله أن يعني ينخفض عنها في الوقت الذي يقدم فيه الإسرائيلي على حرب شاملة على لبنان، على اجتياح كامل، اجتياح جوي كامل للبنان. هل تشاهد نسبة القتل والدمار التي ينتهجها الإسرائيلي سيد شنكر؟ هل تتابع كل الذرائع التي يتحجج بها الإسرائيلي ويقوم بقتل المدنيين؟ هل أنتم في أمريكا راضون عن مجزرة البيجرز ومجزرة اللاسلكي التي حصلت وسقوط آلاف الشهداء والجرحى؟ هل ترون هذا الأمر عاديا؟ إذا قررت أن تنتسبي إلى حزب الله ويقوم حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، فأنت ضمن حزب الله. أنا أناقشك سيد شنكر، مش أنا، لا أنا لا أنتسب إلى حزب الله ولا إلى غير حزب الله. أنا أناقش، يعني نحن نشاهد هناك مجازر تجري على الأرض اللبنانية، وهناك أبرياء يسقطون دون أي سبب. نعم بالطبع، حادثة البيجرز لا تندرج ضمن هذا السياق. إذا حزب الله أعطاك بيجر، فهذا لا يعني أنك عليك أن تموتي، ولكن هذا يعني أيضا أنك ستتضررين من قبل إسرائيل. ماذا يحدث في الجنوب هو مأساة، ولكن أعتبر أن المأساة الأخرى هي إيداع كل هذه الصواريخ من قبل حزب الله في المنازل المدنية. ولكن نحن لا نعرف إذا ما كان هؤلاء الناس يموتون من جراء انفجار هذه الأسلحة أو من الضربات الإسرائيلية، ولكن في كل الحالات هذه المأساة يجب أن تنتهي. الذي أريد أن أقوله هو أن يمكن لحزب الله أن يوقف كل هذه المشاكل وأن يضع حدا لها في أي دقيقة. هل أنت تصدق سيد شنكر أو لديك أو أي جهة إسرائيلية يعني أعطتكم إثباتات بأن حزب الله يضع الصواريخ في المنازل وفي غرف المنامة وبين أحضان الناس والأطفال؟ يعني هل هذا منطقي؟ تراه منطقيا؟ هل سبق ورأيت آلاف الفيديوهات عن الانفجارات الثانوية التي تحصل في المنازل؟ هل رأيت هذه الشرائط أو هذه الفيديوهات؟ نعم رأينا شرائط يعني، ولكن يعني ليس فيها أي إثبات بأن هناك صاروخ مخبأ في غرفة النوم يعني. نعم ليس هناك أي إثبات أن حزب الله هو الذي وضع نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ولكن العديد من الناس يعتبر أن هذا الأمر صحيح. نعم طيب، هل حقا سيد شنكر أمريكا، هل حقا هي تريد وقف هذه الحرب وتريد وقف إطلاق النار وتريد إنهاء هذه المجازر وعدم توسع الحرب؟ هل حقا أمريكا تريد ذلك؟
نعم هذه الأولوية الأولى لإدارة بايدن. يحاولون التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة ولكن من دون جدوى. وسيد هوكستين سبق أن سافر إلى لبنان وإلى إسرائيل عدة مرات. فنعم أعتقد أنهم يريدون وقف إطلاق النار ولكن فيما يتعلق في غزة الأمر اختلف عن لبنان. أرى يعني أتحدث عن لبنان تحديدا وعن هذا المندرج الأخير وهذا النداء الأخير الأمريكي الفرنسي. جادون الأمريكيين جادون بهذا النداء، لأننا يعني لم نعد نعرف أي أمريكا نصدق. سيد شينكر، هل نصدق أمريكا التي تريد وقف الحرب أم نصدق أمريكا التي اليوم تحديدا، يعني لن أتحدث عن الأيام الماضية، اليوم تحديدا يعني أقرت 8.7 مليار دولار تسليح وسلاح وتجهيز لإسرائيل وأبلى وأبلى وأبلى. يعني هل أمريكا لا تريد الحرب وهي تفتح خزانتها وتفتح كل مستودعات الذخيرة لديها للإسرائيلي؟ هل أمريكا لا تريد الحرب وهي تبعث بأساطيلها وبوارجها لمساندة الإسرائيلي؟ يعني هناك تناقض لا نفهمه. الأساطيل ليست لحزب الله أو لغزة أو ليست ولكن للدفاع ضد الصواريخ التي يطلقها الحشد الشعبي وإيران والحوثيين. هذه هي وظيفة هذه الأساطيل، هي ليست قوة ردع ضد حزب الله. ولكن نعم أمريكا ترسل المساعدات والذخائر لإسرائيل لأنها تشن حرب قررها حزب الله ضد إسرائيل. أنت تتحدثين عن دعم أمريكا لإسرائيل ومجددا أقول لك حزب الله هو الذي بدأ هذه الحرب بغض النظر إذا ما كانت إيران هي التي طلبت منه ذلك. والمسألة ليست متعلقة بتحرير لبنان أو بالدعم، هي مسألة متعلقة بالهجوم على إسرائيل. هناك ثمن يجب أن يدفعه الطرف الذي أتكلم عليه ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. نعم. فيما يتعلق سيد شينكر ب يعني ما يجري اليوم في مجلس الأمن بمحاولة حل هذه القضية، بمحاولة تطبيق بنود النداء الأمريكي الفرنسي بهدنة 21 يوم وغير من البنود، المفاوضات المكثفة مع حزب الله بوساطة أمريكية وفرنسية للتوصل إلى يعني صيغة ما، الاتفاق لإعادة الأسرى، اتفاق تطبيق 1701 لإبعاد الحزب عن الحدود. ما الذي يدور اليوم؟ أين أصبحت المفاوضات اليوم برأيك؟ وأين هي عالقة؟ أنا لست في نيويورك ولست في الحكومة الأمريكية. إنهم يناقشون تفاصيل الحل الأنسب مهما كان للبنان. أظن أن الإدارة عندها بعض الشكوك في إمكانية حل الوضع في غزة. تريد الإدارة فصل لبنان عن غزة، ولكن نصر الله هو الذي يجب أن يقرر إذا ما هو لبناني أو فلسطيني الهوية. طيب إذا لم يقبل حزب الله وحتى الدولة اللبنانية طالبت بهذا الأمر، يعني نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية لبنان طالب أيضا بموضوع ضم الجبهات وعدم فصل لبنان عن غزة، وكأنكم تطلبون من حزب الله الانكسار الكامل وإعلان الهزيمة، وأنتم تعلمون جيدا أن هذا لن يحصل، لا يقبل حزب الله بهذا الأمر. Then they're going to have some difficult choices, I guess.
إذن سيكون عندهم خيارات صعبة، وأعني بذلك حزب الله. بغض النظر عن المشاكل في غزة، أنا أعلم أن هذه هي المأساة التي يعيشها الجميع. لا أعلم إذا ما تمكنوا من تحقيق أهدافهم في غزة. أظن أنه سيكون الأمر على ما يرام إذا تم إطلاق سراح الأسرى، وبالطبع المساعدات الإنسانية هامة جدا، ولكن لا أظن أن هذه الأهداف ستحقق، والإدارة الأمريكية أعلنت ذلك. إذا لم تحل مشكلة غزة فحزب الله لن يتوقف، وبالتالي سيكون عندنا مشكلة أكبر. وهل من ضرر، هل من ضرر عليكم أن تحل المشكلتين بالتوازي؟ يعني ألا يناسبكم وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة واستكمال التفاوض على الأسرى؟ يعني من الواضح أن نتنياهو لن يستطيع أن يحقق أكثر مما حقق في غزة، فلماذا لا تذهبون أو يوافق نتنياهو للذهاب إلى مفاوضات مشتركة؟ لا أعلم، أنا لست الحكومة الإسرائيلية. هذه هي مشكلتان مختلفتان لإسرائيل. لقد استجابوا في 8 أكتوبر بشكل مختلف وضد عدو مختلف. لست أعرف إذا المشكلتين متصلتين، ولكن تصرف حزب الله هو مشكلة، وليس عليه هو أن يقرر كل مساعي هذه المفاوضات. نحن نعلم أن حزب الله بوسعه أن يقرر مكان الحكومة اللبنانية. لا يمكننا أن نسمح لحزب الله أن يقوم بذلك، ولا لا 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 أعتقد أن أي دولة سيدة ستسمح لميليشيا مسلحة أن تقرر مكانها. طيب، الدولة اللبنانية اليوم تحدثت، وحتى حزب الله وحتى الرئيس تبيه بري وأبلغ هوكشتاين بأن لبنان مستعد لتطبيق 1701. هل إسرائيل مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق؟ لقد قالوا لسيد هوكستين وللحكومة الأمريكية أنهم مستعدين لتطبيق هذه الصفقة، وأنا أعتبر أن إسرائيل وأمريكا يعلمان خاصة بعد 2006 أن حزب الله يغش وأنه لن يطبق القرار 1701، وحتى لو استغرق ذلك أكثر من سنة من الوقت. نعم، ولكن السيد هوكستين حمل كلاما آخرا السيد شينكر، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الطلعات الجوية. أنت تعلم أنه 36 ألف خرق جوي نفذته إسرائيل منذ إقرار 1701. السيد هوكستين قال بأن إسرائيل لن ترضى بوقف الطلعات الجوية، ومن ثم هناك موضوع مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والغجر والقرى السبع، هذه الأراضي التي تحتلها إسرائيل هي غير مستعدة للكلام عنها أيضا، فكيف نقول أنها مستعدة لتطبيق 1701 وهي أبلغت رسميا أنها لن تلتزم على الأقل بهذين البندين؟ لا أظن أن هناك أي مفاوضات حول شبعة يجب التطرق إلى هذا الموضوع من قبل الأمم المتحدة مجددا، وهناك من يعتقد أنها تابعة لسوريا ولا يمكننا التفاوض مع سوريا حاليا، ولكن يجب المفاوضة وحل هذه المشكلة ومشاكل الحدود من أجل أيضا توحيد ضيعة غجر في لبنان. هذا أمر مهم بالنسبة لحزب الله. أنا متأكد أنك عالمة أن حزب الله هجم على إسرائيل في 8 أكتوبر
والهجمات التي شنتها إسرائيل منخفضة جدا وبنسبة 70% نسبة إلى قبل. وفي الوقت عينه هناك قوة الرضوان التي تهاجم إسرائيل وهي وعديدها 8000 عنصر. على أي حال هذا نقاش يطول ونقاش آخر، ولكن أريد أن أختم معك بسؤالين. السؤال الأول، كيف تشعر أمريكا وهي التي تعتبر نفسها قائدة العالم وهي التي تقود الأمم المتحدة، تقود كل هذه المفاوضات، هذه القوة العظمى، كيف تشعر عندما يضرب نتنياهو بقراراتها عرض الحائط، عندما يتحداها، عندما يلوي ذراعها، عندما يرفض تنفيذ ما تطلبها منها، عندما تكون غير قادرة على الضغط عليه؟ هذا الأمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام. هل حقا إذا أرادت أمريكا إنهاء الأمر ووقف الحرب، هل حقا هي لا تستطيع إرغام نتنياهو على هذا الأمر، أم أن أمريكا تقول شيء وتضمر شيء آخر؟ في نهاية المطاف إسرائيل هي دولة سيدة، فأمريكا يمكن أن تبدي بعض الاقتراحات، ولكن على إسرائيل أن تقرر ما يصب في مصلحتها. لا أظن أن لبنان أو الشرق الأوسط يفهم هذه التحولات التي حصلت ضمن إسرائيل في 7 أكتوبر. مثل أمريكا بعد 11 من أيلول ووفاة 3000 شخص في أمريكا، المشكلة التي حصلت في إسرائيل في 7 أكتوبر هي شبيهة، والنسبة هي نفسها تقريبا. طبعا إنهم سيقومون بأعمال عنيفة للتحقق من أمنهم الذاتي. وماذا عن أمن جيرانهم؟ ماذا عن أمن غيرهم أيضا؟ يعني اليوم مثلا أمريكا أيضا التي خاضت حروب في العالم تحت مسمى تحرير الشعوب وتحت مسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان، من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا إلى ليبيا إلى غيرها من المناطق، ألا ترى اليوم أمريكا ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني أيضا بحريته وبدولته وبأن يكون شعبا عزيزا سيدا حرا على أرضه؟ ألا ترون هذا الأمر؟ بالطبع أمريكا وإسرائيل يعارضان بعضهم البعض واتفاقية أوسلو وما يتعلق أيضا بالمستوطنات. أما فيما يتعلق بالسيادة فإسرائيل خرجت من غزة في عام 2005 واستلم مكانها حماس، استلمت حركة حماس، وعندها انخفض مجمل أو إجمالي الناتج المحلي، وعوضا عن بناء البنى التحتية فقد أقاموا الأنفاق عفوا وأعدوا بعض الاستراتيجيات السيئة والتي لا تصب في مصلحة الفلسطينيين. نعم أعتبر أن أمريكا تعترف بحق الفلسطينيين للعيش وللعيش الكريم وللحرية، ولكن ماذا حصل في غزة يجعل هذا الأمر صعبا أكثر وأكثر. نعم، سؤال أخير سيد شينكر، بالعودة إلى المفاوضات وبالعودة إلى مجلس الأمن، بالأمس كان الوضع أكثر مرونة، أحسسنا وكأننا نقترب من تحقيق شيئا ما في هذا الإطار، اليوم عادت الأمور وتعقدت، هل ممكن أن يعني تحدد لي ما هي نقطة الخلاف الجوهرية بين إسرائيل وحزب الله؟ ما هي النقطة الحقيقية التي هناك خلاف عليها، خلاف جوهري؟ جوهريا أظن أن حزب الله
ما زال يلتزم بتوحيد الجبهات مع غزة. لا أعلم إذا ما يريدون فصل هاتين الجبهتين. يجب أن يقوموا بهذا القرار وهم يلتزمون بهذا القرار ويساندون حماس في غزة. نحن نعلم أن حماس يريدون أن يقوم حزب الله بالمزيد من العمل لمساندتهم. أظن أن هناك مفارقة, والآن بعد كل الهجمات التي شنت ضد حزب الله والناس الذين تركوا أو نزحوا من الجنوب بعد مشكلة البيجرز أو حادثة البيجر والصواريخ, أظن أن العديد من الناس في إسرائيل لا يريدون وقف الحرب, لأن حزب الله يهاجم إسرائيل لأكثر من 11 شهر. فإسرائيل الآن مرغمة على مفاقمة المشاكل والهجوم بشكل مكثف أكثر. إذا لماذا نحمل حزب الله إذا كان هناك إرادة داخلية شعبية في إسرائيل لاستكمال هذه الهجمات وقد فوض نتنياهو بهذا الأمر؟ إذا نستطيع أن نستخلص أنه حتى الساعة إذا لم يتم فصل مساري جبهة الجنوب وجبهة غزة لن يكون هناك اتفاق. نعم أعتبر ذلك أيضا. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر. الشكر موصول أيضا للمترجم الفوري الأستاذ مالك أبي نادر.